الأخ سعد من مصر. أستاذ سعد اتفضل. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ طارق؟ أهلا بيك. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، تمام. سلامي للدكتور جعفر كتير. إن شاء الله يوصل اهلا بإذن الله. وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا سعد حبيبي. بقول لحضرتك، انا حاطط مبلغ في بنك البركه الاسلامي، كنت حاطه في بنك فيصل ونقلته في بنك البركه الاسلامي، شهادات استثمار محددين النسبه 16%. عايز اعرف بس، هل ده حلال ولا حرام؟ طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. اخي سعد، دكتور الاخ سعد حاطط عامل شهاده استثمار في بنك اسلامي، بياخد منها يعني 16% فائده، فبيسال هل هذه المعامله حلال ام حرام؟ هو الأخ سعد أشكره على تحياته، وحياه الله تعالى وبياه وسائر الإخوة الأحبة الذين يبدأون حديثهم بالتحية، وهذا من أداب الإسلام الرفيعة العظيمة الشأن العظيمة البركة. لكن أنا أبث الطمأنينة في نفوس المشاهدين الكرام، أي أخ وأي أخت، أي مسلم أي مسلمة بيتعامل مع بنك إسلامي، يعني كون أنه بنك إسلامي، هذه الإضافة وهذا الوصف يكفي لبث الطمأنينة. وأبشر ويعني أذكر هذا من واقع تعامل شخصي، من واقع تعامل شخصي، البنوك الإسلامية التي يعني مررت وأنا تجاوزت 70 من عمري، بنوك إسلامية كثيرة جدا، في كل بنك منها، في كل مصرف منها بالتسمية الإسلامية، في كل مصرف منها قسم يسمى قسم الرقابة الشرعية. هذا القسم فيه بعض إخواننا من طلبة العلم الشرعيين خريج الدراسات الشرعية، ما كل عمل يمارسه البنك، كل نشاط يمارسه البنك، كل عمل استثماري يمارسه البنك يعرض على هذه اللجنة، لجنة قسم أو قسم الرقابة الشرعية. ما كان منها مشروعا وافقوه واعتمدوه وأقروه، وما كان منها غير مشروع رفضوه ولم يقروه. فبالتالي التعامل مع البنوك الإسلامية، بنك فيصل الإسلامي، بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية في 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 الكويت بيت التمويل، في كذلك في السعودية الرجحي، في قطر بنك فيصل، اسمه عفوا مصرف قطر الإسلامي، البنك قطر الدولي الإسلامي، البركة، هكذا تعامل إسلامي فلا بأس به، فلنطمئن إن شاء الله تعالى. ونحن مطالبون بأن ندعم الفكر الإسلامية في الاقتصاد أو في السياسة أو في التربية أو في أي مجال إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله.